العودة وباستمرار أيضا تغطية تظاهرات الغضب في إيران، مشاهد لسيطرة متظاهرين على مبنى بلدية ساري عاصمة محافظة مازندران وإزالة صور خامنئي والخميني. إذا مشاهدينا، هذه الصور التي تتابعونها معنا بالفيديو، متظاهرون يسيطرون على مبنى بلدية ساري عاصمة محافظة مازندران وإزالة صور خامنئي والخميني في ظل مظاهرات اجتاحت مدن عدة في إيران وصولا إلى العاصمة طهران برمزيتها. خروج أعداد كبيرة من المتظاهرين، بينهم مجموعة من طلاب الجامعات بهذا الزخم الكبير، وإحراق الصور لخامنئي وأيضا للخميني.